صورة لأخنوش نائما بالبرلمان تثير فضول الفيسبوكيين. اجتاحت صورة لعزيز خنوش رئيس الحكومة وهو نائم بقاعة الجلسات العمومية بمجلس النواب أثناء مناقشة برنامجه الحكومي من قبل عموم البرلمانيين وفرق البرلمانية مواقع التواصل الاجتماعي. وتنوعت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد وساخر من الصورة التي ظهر بها رئيس الحكومة في أيامه الأولى على رأس الحكومة لتدبير الشأن العام، والتي تعكس عياءه بسبب الجولات والأنشطة وحجم القرارات التي يجب أن يتخذها يوميا بين تدبير الشأن العام وإشرافه على تدبير إمبراطوريته المالية ومجموعة الشركات التي تعود لملكيته، رغم أنه قال بأنه باشر إجراءات تفويض تدبير هذه الإمبراطورية مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة.